سلام وبركات، بسم الله. النهارده ان شاء الله هنكمل سلسله دروس ذاكر واكسب. المره اللي فاتت احنا اخذنا ادوات الاستفهام، كل اداه على حده، لكن النهارده هنطبق ادوات الاستفهام ديت في جمل كامله كاني بحل ايه ديالوج محادثه، ودي بتكون مهمه جدا لان في طلبه كتير هتكون حافظه الاداه لكن ما تعرفش تستخدمها في الجمل. يلا بينا نبدا. ليتس ستارت. هنا عندي إجابة وعايز أعمل لها السؤال، وده طبعا بيكون بالنسبة لطلبة كتيرة صعب شوية إن أنت يكون في إجابة وتجيب لها سؤال. يعني لو سؤال وعايز إجابة بيكون شوية سهل، لكن إجابة وعايز سؤال بيكون أصعب شوية على الطلبة. فالنهاردة هنتدرب على إزاي يكون عندي إجابة وأنا أجيب لها إيه الكويشن، السؤال بتاعها. أول جملة عندي بتقول لي مريم is fine، مريم تكون بخير. طيب لما يكون الإجابة مريم تكون بخير يبقى أسأل على حالة مريم بإيه؟ أسأل بإيه؟ How is مريم؟ ولا Who is مريم؟ ولا What is مريم؟ ولا Why is مريم؟ طبعا لما يكون بسأل على حالة الشخص أو صحته بسأل بإيه؟ بهاو، هتبقى الجملة إيه؟ How is مريم؟ كيف تكون مريم؟ يعني كيف حال مريم؟ زي بالظبط لما أجي أقول لك إيه؟ How are you؟ كيف حالك؟ تقول I am fine thank you. يبقى هنا نختار إيه؟ How is مريم؟ كريم traveled yesterday، كريم سافر أمس. كريم سافر أمس، أبص هنا yesterday أمس ده إيه؟ زمان. طيب هسأل بإيه؟ هقول whose did كريم travel؟ ولا why did كريم travel؟ ولا where did كريم travel؟ ولا when did كريم travel؟ طبعا لما يكون عندي في الجملة زمان يبقى بسأل بإيه؟ when، متى، متى سافر؟ تبقى الإجابة when did كريم travel؟ ناصر is an engineer، ناصر يكون مهندس. ديت وظيفة، هسأل على الوظيفة بإيه؟ أقول when is ناصر's job، how is ناصر's job، where is ناصر's job، what is ناصر's job. طبعا لما يكون بسأل على وظيفة بسأل بإيه؟ ب what، ما أو ماذا، لأن what بيسأل عن شيء غير عاقل، اسم أو جنسية أو حدث. يبقى الإجابة what is ناصر's job. This is Nora's car، هذه تكون سيارة نورا، يعني ملك نورا. لما أكون بسأل على صاحب الشيء أو الملكية هسأل بإيه؟ Who car is it؟ When car is it؟ Where car is it؟ Whose car is it؟ طبعا لما أكون بسأل على صاحب الشيء أو الملكية بسأل بإيه؟ Whose، ملك من؟ تبقى الإجابة Whose car is it؟ ملك من هذه السيارة؟ علي prefers tea than coffee، علي يفضل شرب الشاي عن شرب القهوة، يفضل حاجة عن حاجة. ففي أداة استفهام بستخدمها في الاختيار والتفضيل بين شيئين. When does Ali prefer tea or coffee؟ Where does Ali prefer tea or coffee؟ How does Ali prefer tea or coffee؟ Which does Ali prefer tea or coffee؟ طبعا لما أكون بفضل شيء عن شيء فبختار إيه؟ Which، which بمعنى ايه؟ ايا من او ايهما. تبقى الاجابة which does Ali prefer tea or coffee، ايهما يفضل علي الشاي ام القهوة. The river is 4000 miles long، هذا النهر طوله 4000 ميل. هنا بيسأل على طول النهر، والنهر غير عاقل، يعني عايز اسال عن الطول غير العاقل. يبقى اسال بايه؟ How many is the river؟ How often is the river؟ How long is the river؟ How tall is the river؟ طبعا هسال بايه؟ واحد يقول لي كم الطول؟ How tall، كم الطول؟ لا، How tall، كم الطول للعاقل، لكن غير العاقل هتبقى ايه؟
How long is the river? I come to school to learn. أنا أحضر إلى المدرسة من أجل أن أتعلم. يعني بروح مدرسة ليه؟ عشان أتعلم. يعني هنا عايز إيه؟ أداة استفهام عن السبب. إيه سبب إن أنت بتروح المدرسة؟ يبقى أسأل بإيه؟ Where do you come to school? How do you come to school? What do you come to school? Why do you come to school? يبقى أسأل بإيه؟ Why لماذا؟ لماذا تأتي إلى المدرسة؟ محمود الكار از ريد. سيارة محمود لونها أحمر. في أداة استفهام مشهورة تسأل عن اللون. هل هي What date is محمود's car? What color is محمود's car? How often is محمود's car? How much is محمود's car? طبعا بسأل عن اللون بقى استفهام اللي هي إيه؟ What color؟ تبقى الجملة What color is محمود's car؟ ما لون سيارة محمود؟ I have lived here 14 years. أنا عشت هنا لمدة 10 سنوات. هنا عايز أسأل عن المدة الزمنية 10 سنوات. بسأل بإيه؟ How many have you lived here? How long have you lived here? How old years have you lived here? How often have you lived here? طبعا أداة استفهام تسأل على المدة الزمنية هي إيه؟ How long اللي هي كام المدة؟ لو واحد يقول لي طب ما في عندي how many بمعنى كم العدد تنفع، بس لو قلت بعدها ايه how many years كم عدد السنوات، لكن هنا ما فيش كلمة years يبقى هناخد ايه how long have you lived here كم المدة التي عشتها هنا. I get up at 7 o'clock. أنا أستيقظ الساعة السابعة تماما. هنا في ساعة يبقى في أداة استفهام عن الساعة. هل هي What about do you get up? What date do you get up? How often do you get up? What time do you get up? طبعا بسأل عن الساعة بإيه؟ What time؟ يبقى الإجابة السؤال الصح إيه؟ What time do you get up؟ الساعة كام أنت تستيقظ؟ It's a good idea going to the club. إنها فكرة جيدة الذهاب إلى النادي. هنا فكرة الذهاب إلى النادي ده فكرة جيدة. يبقى عايز أسأل إيه؟ إيه رأيك في الموضوع دوت؟ إيه رأيك في الذهاب إلى النادي؟ في أداة استفهام بتسأل عن إيه؟ رأيك. هل هي How heavy going to the club? How about going to the club? How old going to the club? How often going to the club? طبعًا لما أجي أقول لك ما رأيك أو ماذا عن تبقى إيه؟ How about تبقى الجملة How about going to the club؟ ما رأيك في الذهاب إلى النادي؟ ناصر is 120 kilograms. ناصر يكون وزنه 120 كيلوغرام. فهنا هسأل على الوزن بإيه؟ How heavy is ناصر؟ How wide is ناصر؟ How old is ناصر؟ How high is ناصر؟ طبعا الوزن بسأل عليه بإيه؟ How heavy؟ واحد يقول لي ده heavy يعني ثقيل، أقول له ثقيل، لكن لما تيجي how heavy على بعضها معناها إيه؟ كم الوزن؟ تبقى الإجابة الصحيحة إيه؟ How heavy is ناصر؟ كم وزن ناصر؟ عماد is 27 years old. عماد يكون عمره 27 سنة. بسأل عن العمر بإيه؟ How high is عماد؟ How long is عماد؟ How often is عماد؟ How old is عماد؟ طبعا بسأل على العمر بإيه؟ How old؟ تبقى السؤال الصح إيه؟ How old is عماد؟ كم عمر عماد؟
The basketball player is 2 meters tall. طول لاعب كرة السلة 2 متر، لأن دايما كرة السلة بيختاروا اللاعبين الطوال. يبقى عايز أسأل على طول اللاعب. How far is the basketball player? How about is the basketball player? How old is the basketball player? How tall is the basketball player? طبعا بسأل على طول الشخص بإيه؟ بإيه how tall. تبقى الإجابة الصحيحة How tall is the basketball player? كم طول لاعب كرة السلة؟ وده سؤال المليون، بيقول لي سعيد was born on 22 February 1990. سعيد ولد في 22 فبراير 1990. يبقى اتولد امتى؟ ايه تاريخ ميلاده؟ هسأل بيه What date was سعيد's birthday? What about was سعيد's birthday? What time was سعيد's birthday? What was سعيد's birthday? طبعا ما اسأل على تاريخ، بسأل بإيه؟ بسأل بإيه؟ What date يعني ما تاريخ اليوم؟ What date was سعيد's birthday؟ ما تاريخ عيد ميلاد سعيد؟ وكده وصلنا المليون، والطلبة كلها اللي حلت معايا بطريقة صحيحة يعتبر إن هما إكسلنت، ممتازين في المحادثة. وإذا لقيت نفسك غلطت في أحد الأسئلة حاول ترجع تاني من الأول تشوف الفيديو، وإن أنت تحله مرة تانية لحد ما تفهم الأدوات الاستفهام. وتاني أدوات الاستفهام تعتبر جرامر قواعد، مش تعتبر حفظ كلمات. ليه؟ لأنها معتمدة على الفهم وليس الحفظ. يعني بشوف الأداة مثلا وير، أعرف نفسي عن مكان، وين عن زمان، هاو ماتش كم السعر او كم الكمية، بتسأل عن سعر او كمية. يبقى لازم افهم الاداة بتسأل عن ايه، مش احفظها، لازم افهمها. وعشان تشوفوا الفيديوهات القادمة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان توصل لكم الفيديوهات الجديدة. واشوفكم ان شاء الله على خير. سي يو ليرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.